مواقف على المستوى الوطني. المواقف الوحيدة اللي تقدر تاخدها إسبانيا على المستوى الوطني هي إعلان دعم سياسي واضح وصريح لفلسطين، إعلان موقف واضح وصريح من هذه الإبادة الجماعية، وبما في ذلك حتى أيضا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مجدي، زيارة أورسولا فان دير لاين ولقاء السيد الرئيس، هل عندك أي تفاصيل غير ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي؟ الزيارة فيما يتعلق ب طبعا العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، الإبادة، التصريحات اللي هو لا تهجير، عدم الموافقة على أي إجراءات، في إيه الملفات الأخرى؟ يعني في الحقيقة فيما يتعلق تحديدا بملف عدم التهجير أو عدم الموافقة على التهجير، ده بيان يعني نشر رسميا من مكتب فون دير لاين بأنها الآن لديها قناعة تامة بما يعني أن مسألة التهجير هي مسألة لن يقبلها الاتحاد الأوروبي. ويمكن برضو احنا كنا اتكلمنا في هذا الموضوع ان مصر استطاعت بما لديها من قوة سياسية ووضع استراتيجي في المنطقة أن تقنع الاتحاد الأوروبي أن هذه النقطة تحديدا يجب أن تكون معلنة وصراحة، ما تبقاش بقى في الديرة وبالراحة ونخبيها، لا، كان يجب أن تعلن صراحة، وده اللي احنا وصلنا إليه الآن. ومش عشان أنا مصري في الحقيقة، ولكن الفضل الأول والأخير لهذا الإعلان هو لمصر، ونقطة ومن أول السطر وبلا أي يعني مزايدات، الموضوع منتهي ونقطة فعلا ومن أول السطر. الجزء الثاني أن فون دير لاين يعني أو مكتب برضو فون دير لاين قال أني واضح أني الأمور تسير في منحنى خطير، يعني قد نتمكن من دعم إسرائيل لفترة ولكن لن نتمكن من دعمهم إلى الأبد، لأن العالم العربي بيغلي، يعني الوضع كان كده، يعني ده اللي احنا برضو فهمناه من مكتب فون دير لاين. ومن الواضح ان هي يعني خدت مش عايز اقول درس، ولكن خدت يعني معلومات قاسية بان اتحركوا لان الوضع بقى صعب. هذه الابادة يعني غير آدمية وغير إنسانية ولم يرها التاريخ في الحقيقة، يعني احنا ما شفناش، يعني لا هم شافوها حتى في حروبهم ولا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية ولا في التاريخ الحديث ولا في التاريخ القديم، احنا شفنا هذه الإبادة على الهواء مباشرة، يعني هي إبادة جماعية وعلى الهواء مباشرة مستمرة. فأتصور فضل بقول لك ومستمرة كمان لحد دلوقتي، هو يمكن هذه هي النقطة الفاصلة، اني ان من الواضح ان فون دير لاين استمعت الى تفاصيل دقيقة ان الوضع يجب ان لا يستمر بهذه يعني هذا الشكل. على الاقل على اوروبا، اتصور ان هذا تحديدا ما استمعت اليه من السيد الرئيس، على اوروبا ان